منذ مساء الأمس ونحن في المناقل، كانت الطرق مقطوعة بالكامل، وبالحمد لله أن بالمساء تمكننا من الوصول. اليوم نحن مع أشقائنا السودانيين واللجان المحلية ننقل خبرات دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في الهلال الأحمر الإماراتي في الإغاثات والكوارث على مستوى العالم. ننشئ معهم هذا المخيم لكي يتمكنون من إيواء وإجلاء المتضررين المحصورين ما زالوا في القرى. سوف نكون معهم بإذن الله وننقل لهم الخبرات في تجهيز هذا المخيم، والإشراف من قبلهم عليه كامل في عملية التسكين وجميع الخدمات. مطر زال البيوت كلها وانتهى منها، الناس مرقت اللي ملابسها، ما خلت أي حاجة، انهارت كلها بأكملها. وطلعنا طبعا بكرعين نساي وجينا قعدنا في مدرسة مبروكة، وأخواننا الأماراتيين جو الحمد لله جزاهم الله خير، وصلونا وتفقدونا بيت 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 في كل إنه محلية المناقل الشرقية، ما خلوا شاردة ولا واردة، وأشكرهم جزيلا وكثير الشكر إن شاء الله، وربنا يخليهم وديهم العافية والصحة. ولحد الآن مكافحين معانا بكرعينهم، شاقين البلد، شايفين معانا كل حاجة. مرت عليكم ظروف واجب علينا نوقف معاكم، والله بتقيفوا معانا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الإنسان يعني يقيف مع أخوه في هذه الفزعة، وتفريج الكرب ماشي سهل. احنا معاكم إن شاء الله، وما راحين نتخلى عنكم، وراحين ندعمكم إن شاء الله حتى ترجعون إلى بيوتكم سالمين غانمين إن شاء الله. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك. معسكر دار السلام حلية المناقل جمهورية السودان، في البدء نشكر حكومة الإمارات متمثلة في الشيخ محمد بن زايد والشعب الإماراتي الشقيق، كما نشكر الهلال الأحمر الإماراتي على تكبده المشاق وزيارته لنا في معسكرات الإيواء التي تم إجلاء الأسر إليها، ونشكرهم كذلك على